سورة طه من أول آية 17، آية 17 سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وهذا الحوار الذي تم بين رب العالمين وسيدنا موسى عندما كلمه تكليما في الوادي المقدس طوى، فسأله تأنيسا له، تأنيسا له، لأنه يعلمها سبحانه وتعالى، لكن هو يريد أن يسأل سؤال تأنيسا حتى يأنس الكلام، لأن أول عهد بالكلام، فيريد أن يؤنسه بالكلام في أمر يسير وسؤال في أمر معلوم. فقال له وما تلك بيمينك يا موسى. طبعا من أول سورة طه لحد آخرها الأصحاب اللي هم بحمزة والكساء والخلف يميلوا آخر كل آية، يعني يقول طه تشقي يخشي استوي أخفي موسى وهكذا إلى الآخر، يعملوا إمالة في كل نهايات الآيات. وما تلك بيمينك يا موسى، والبورسعيدية في مصر يقولك موسى كده والدمايطة، يعني حتى لغتهم ماشية قرآنية برضو. يعني لما تروح حتة دمياط وتلاقي واحد في ورشة نجارة كده بينادي على الصبي بتاعه يقول يا موسى، يعني بيناديله ايه بقراءة ايه الأصحاب حمزة والكسائي وخلف، فاهم؟ فدي كلها لهجات، نزل القرآن بلهجات العرب تيسيرا عليه، ودي من رحمة ربنا بينا تيسيرا علينا. تفضل يا سيدي. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، يعني حال الرعي لما بيرعى بيهش على غنمه، يعني يهش الشجر كده، يضرب الشجر بعصاه كده يوم ينزل الورق الشجر يقوم ياكله، ادي معنى اهش بها على غنم، يهش شجر ايه اوراق الشجر، يسموه الخبط، عشان لما بتخبط العصايه كده ايه في الشجره يقوم الورق الجاف يقع يقوم الغنم ياكله، يسموه ايه يهش على غنمي. واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. اللي يقول ولي بفتح الياء كذا ورش وحفص بس، باقي القراء يقول ولي فيها مآرب أخرى، ولي فيها مآرب أخرى بالتسكين. وكأن سيدنا موسى أراد أن يزيل ما أخذته من الهيبة، أنه يطول الحوار، عارف أنت المصريون يقول لك بيفضفض، فهمت ازاي؟ لأنه طبعا أخذته هيبة الكلام لأول مرة، فإيه أراد أن يستريح لحظة فأطال الحوار حتى يستريح ليستقبل مرة أخرى. فقال هي عصاي أتوكأ عليها، يعني أستند علي أثناء المشي، وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، يعني إيه؟ يعني وظائف أخرى. طبعا هيقول أخرى، اللي هما بيميلوا بقى يقول لك أخرى ويرقق الراء بسبب الإمال. يلا يا سيدي. قال ألقيها يا موسى. تاني تاني. ايوه كده صح، قبل كده جاي مش مظبوط، اثبت على دي. قال القها يا موسى. اتفضل يا سيدي. القاها فاذا هي حيه تسعى. فالقاها فاذا هي حيه تسعى، يعني تحولت من صورتها العصا، وكانت عصا ذات شعبتين، ليها شعبتين كده، فبقى الشعبتين دول كان فم الحيه فاتح بقه وبقت هي تسعى، فغير حقيقتها سبحانه وتعالى ليبين له أن ما يعتمد عليه وما يخدمه من متاع الدنيا إذا دخل قلبه كان كالحية، فلها معنى إشاري أيضا، فهو يؤهله للمعجزة وفي نفس الوقت لها معنى إشاري. كل دنيا سيدنا موسى هي العصاية دي، هي دي رأس ماله كله، فإذا كانت الدنيا كلها هي العصاية دي فده رمز للدنيا وزينتها وما فيها من متاع،
ومنافع. فهي حقيقتها إذا ألقيتها من قلبك وجدتها حية، تريد أن تلدغ قلبك فتغفل عن ربك. فهمت إزاي؟ بها. فلما رأى حية تسعى وخاف منها قال له خذها ولا تخف، عرفت حقيقتها بقى، خذها ولا تخف. فهمت؟ فده معنى إشاري في الآية أيضا يلاحظه أهل التصوف. يبقى في معاني إشارية تخدم أين المعنى الحقيقي ولا تلغيه. طبعا هو أراد أنه يبين له معجزة العصا التي سوف يواجه بها فرعون، فلما يشوفها الأول يوم يبقى مؤهل أنه يستعملها بعد كده تاني. دي أول حاجة. تاني حاجة أنه يبين له أن العصا دي من الدنيا أو هي كل دنياك، فانظر إلى حقيقتها، حقيقتها حية تسعى تريد أن تلدغك فإيه فتغفل بها عن الدنيا. وهذا إيه لكل إنسان. وبالتالي إذا علمت ذلك خذ الدنيا بقى ولا تخف، إذا علمت أنها هي إيه مسمومة خذها ولا تخف. ليه؟ لأنك لن تركن إليه، تأخذها لإيه؟ لتنفقها. لأن الإنسان يتخلص من السم، يتخلص من الأفاعي، ولا تأخذها تحضنها وتنام بيها، ما هتلدغك تموتك. فالدنيا تحصل لتنفق ولا تحصل لتقتنى. فهمت ازاي؟ لأنك الحية. اتفضل يا سيدي. ولا خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. نعم، قال خذها ولا تخف، لأن هنا بيبين حال سيدنا موسى، لأنه فولى مدبرا إيه مرعوب منها، جري منها، فقال إيه أقبل ولا تخف، خذها ولا تخف. يبقى هنا خذها ولا تخف اختصار لإيه لتفاصيل أخرى ذكرها في آيات أخرى. دليل أن سيدنا موسى خاف، ومش خاف بس وهو في مكانه، لا ده وجري كمان، فقال أقبل ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. لأن الدنيا ظاهرها غرة وباطنها عبرة. في ظاهرها تغرك لكن في باطنها عبرة، إن لم تستعملها لله غرتك وكانت سببا لهلاكك أيها الإنسان. تفضل يا سيدي. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، من غير سوء آية أخرى. والآية الثانية اللي هي المعجزة الثانية، واضمم يدك إلى جناحك، جناحه اللي هو إبطه يعني جانبه يعني، يعني اضمم إيدك اليمنى كده تحت الإبط اليسرى وبعدين طلعت تلاقيها منيرة كويس. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، بيضاء يعني مضيئة، من غير سوء يعني ليست برص ولا مرض، لأن في مرض اسمه البرص يصيب الإنسان بياض كده في بشرته، فيبقى ده اسمه إيه ده برص، لكن من غير سوء يعني بغير مرض. آية أخرى يعني إيه معجزة أخرى. تفضل يا سيدي. لنريك من آياتنا الكبرى. يعني هذه الحالة الهدف منها أن نريك معجزاتنا الكبرى التي سوف تظهرها لفرعون وقومه. تفضل يا سيدي. اذهب إلى فرعون إنه طغى. ثم جاء التكليف، التكليف بعد التشريف، يبقى تم التشريف بالكلام ثم التشريف بالمعجزة والأمارة الصدق، ثم بعد ذلك بعد التشريف يأتي التكليف. هكذا العادة، كلما شرفك كلفك، فنسأل الله أن يوفقنا فيما كلفنا فيه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على قاتك سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفر عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 24 من الكتاب 62، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما السلام. وسيدنا الحسن ولد نصف شعبان في العام الثالث من الهجرة. سيدنا علي وسيدتنا فاطمة تزوجا بعد وقعة بدر في العام الثاني من الهجرة، بعدها بعام أنجبت سيدنا الحسن، وكان في شهر في نصف رمضان، وبعدها بعام آخر في 5 شعبان أنجبت سيدنا الحسين، فبينهما عام. واضح؟ سيدنا الحسين اتولد 5 شعبان 4 هجري، وسيدنا الحسين وسيدنا الحسن اتولد نصف رمضان 3 هجري. توفي سيدنا الحسن مسموما بالمدينة المنورة 50 هجري، يعني كأنه لما توفي كان عنده كم سنة؟ كان عنده 47 سنة، هو 47 سنة وعدة شهور يعني، رضي الله عنه وأرضاه. ودفن بالبقيع، لأن والي المدينة رفض أنه يدفن بجوار جده، لأنه كان أوصى أنه يدفن بجوار جده سيدنا رسول الله، فلكن والي المدينة رفض